كيما بون ماشي كيما تمنيناها، مي عندنا سخان كانت منافسة في البداية على حسب التواصل الاجتماعي، كانت قوية، حوالي 15 منافس من ثلاث ولايات، ولاية جيجل، ولاية سطيف، وولاية قسنطين. المشاركة ديالنا شاركنا المرة اللي فاتت كانت دورة مليحة، وفي المرة هذه ظهر لي تنظيم ولا خير من المرة اللي فاتت.